صباح الخير على كل متابعين الكرام، متابعي واكي مصر في كل مكان. معكم سمر احمداني مراسله محافظه قنا. النهارده معاكم من داخل مركز جوز بمحافظه قنا، معانا ومعاكم فرحه حماد من مركز جوز، مصممه ديكورات افراح واعياد ميلاد وايضا كل المناسبات والاحتفالات. بتصمم من بقايا مخلفات البيئة وأيضا الورود الصناعية. تعالوا بنا هنعرف تفاصيل أكتر عن تصميم الكوشة وإزاي بتصمم مع فرحة. هتعمل لك فرحك بأرخص سعر في الصعيد، تابعونا في اللايف. صباح الخير يا فرحة. عارفين انا اسمي فرحة حماد، عندي 30 سنة، من محافظة قنا مركز جوز. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. قولي لي فرحة، بدأت في المشروع ده من امتى؟ تقريبا من 2020 مع بداية الكورونا، دي كانت بداية مرقاتي ابتدت تتقفل وابتدى يبقى في حظر الافراح وكده، فعملت خطوبة لواحدة صاحبتي والموضوع عجب الناس وابتديت اطور منه واشتري خامات جديدة واشتري اشكال جديدة وابتديت اعتمدته كمشروع يعني. وبعد كده الموضوع اتطور معايا، يعني حاليا احنا في 2024. بيجي انا مش بصمم بس اعياد ميلاد او ديكورات بسيطة او حاجات هاند ميد، لا انا بعمل اي مناسبة عندك، اي ايفنت مهم عندك انا بنفذه لك، مثلا زي سبوع عيد ميلاد، افتتاح احتفالية، مؤتمر، حنة، زفاف، كتب كتاب، خطوبة، بصمم لك الديكور المناسب لمناسبتك بالظبط. قولي لي بتصمم الكوشة دي ازاي؟ بصي، بداية كده انا ببتدي اجيب اشكال، انا بشتغل بالحديد اللي هو الاساس مثلا او البيزك بتاع الشغل بتاعي، اساس الشغل. ببتدي اجيب اشكال جديدة، ممكن من ابتكاري، ممكن من اشكال شفتها على الانترنت، اشكال شفتها متصممة مثلا في مناسبات مختلفة تانية، وابتدي بعد كده اطوحها واحط لها ورد وابتدي اشتغلها للمناسبة اللي يعني تناسب المناسبة بتاعتك. بس دي الاشكال، يعني ده الشكل ده مثلا انا بستخدمه كذا مرة، يعني ممكن استخدمه كوشة، ممكن استخدمه زي كده كدخلة او ويلكم بورد على بداية القاعة، بيبقى موجود عليها اسم العروسة والعريس او اسم صاحب المناسبة. يعني الورد ده بتجيبيه من فين يا فرح؟ من القاهرة بطلبه اونلاين، يمكن ما فيش رفاهية السفر كل شوية يعني او كل فترة اسافر لان انا عندي التزامات هنا برضو، فبجيب الورد ده من القاهرة بطلبه اونلاين. الدنيا اتسهلت يعني مع تطور التكنولوجيا وتطور الطرق التواصل المختلفة، بقينا بنقدر نجيب الشغل بكل بساطة ونشوف شغلنا قبل ما يتشحن، وبالاحجام بالالوان بكل حاجة يعني. طيب الخوص ده اسمه مشطردة، ده بيبقى من تقريبا من شجرة الدوم، ده بنستخدمه في احنا نطعم بيه الشغل، زي ما هوري حضرتك كده ان احنا ممكن مش بستخدمه كأساس لان الحاجات اللي بتبقى من البيئة بتبقى سريعة الاشتعال، بتطير، ممكن نستخدمه كده زي ما انت شايفة من فوق، ممكن نحطه في النص نطعم بيه الشغل يعني، بس لو حد عايزه كأساس شغل احنا مش هرفض طبعا، ممكن احطه في النص كده يدينا بس شكل طبيعي ويدينا طبعا الحاجات الطبيعية أو صنع الله بيبقى أجمل وأحلى كتير من الصناعي يعني، بس زي ما قلنا هو بيهدر كتير، ملوش عمر، بيطير في الجو وممكن يسبب حساسية، فاحنا دايما أنا بقيت أعتمد الصناعي في شغلي يعني كأساس. بس الطبيعة أحلى. أحلى طبعا، بس زي ما فهمتك يعني الورد الطبيعي ملوش عمر، يعني لو أنا هشتغل بيه يوم اليوم التاني هو هيدبل. الحاجات دي أنا بجيبها من القاهرة، هما بيعالجوها ضد البكتيريا، ضد العفونة، ان هو يفضل الوقت اطول معايا يعني. طيب الهيش، الهيش ده احنا برضو بنستخدمه، في منه انواع يعني، في هيش خشن، في هيش ناعم، ده هيش خشن. الهيش الناعم بيبقى يعني مجرد ما هتمسكيه هو بيبتدي تطير منه حاجات، يعني مجرد ما تمسكيه تطير منه حاجات، بس برضو بنستخدمه حسب طلب العروسة، لو هي حابة بنضيفه للكوشة يعني، بس مع بعض التنبيهات ان هو بيشتعل بسرعة فمنستخدمش جنبه اي حاجات بتطلع شرارة او عشان ما يبقاش فيه اي خسائر يعني، سريع الاشتعال طبعا.
طورتي نفسك ازاي يا فاطمه؟ بصي انا دايما بتابع كل حاجه جديده، كل حاجه بتنزل في السوق انا متابعه جيده ليها، وابتدي اشوف انا ممكن اعمل ايه واضيف لمستي ازاي. يعني انا ضد مبدا التجليد اللي هو كوبي باست. يعني بشوف حد منزل ديكور جديد في محافظه مختلفه، ابتدي اخد الديكور ده ادرسه مع نفسي، اشوف انا هضيف له ايه، ايه ممكن اعمله عشان الديكور ده يبقى فيه البصمه بتاعتي انا او شغلي انا او لمستي انا، وانفذه. يعني ده اللي بالنسبة للتطوير. يعني طبعا الواحد لازم يتابع كل ما هو جديد يعني في شغله وفي مجاله عشان يطور من نفسه ويستمر مشروعه. الانترنت ساعدك في تطوير مشروعك؟ اه طبعا الانترنت ليه عامل ساعدك اساسي، ازاي؟ يعني هو ساعدني اصلا في بداية مشروعي، في ان انا اعرف ازاي اجيب الماتيريال، او ان انا اعرف ازاي اركب الماتيريال دي نفسها، الحاجات اللي انا بثبت بيها، الورد اللي بجيبه، تسويق شغلي لما بيتصور، مثلا لما بصور مكان زي اللي انا موجوده فيه مثلا قبل كان ايه وبعد بيجي ايه. طبعا ده بيفرق كتير طبعا في شغلي، كان هو اكتر حاجه ساعدتني في الانتشار الانترنت. الانترنت يعني قبل الانترنت كنت مش عارفه تشتغلي ولا تتصوري؟ لا هو انا اصلا بدايه ما اشتغلت كان الانترنت موجود يعني، فلو احنا على طول يعني بدأنا بالمشروع ده، يعني اول شغل ليا انا صورته ونزلته على صفحتي وعلى جروب خاص بيا، وعجب ناس وناس تضيف ناس والدنيا بتمشي يعني. طيب التسويق بيكون ازاي؟ التسويق التسويق اغلبه اونلاين، يعني انا اغلب شغلي يعني طبعا التسويق اللي هو الناس لما تشوف بعينها ده اكبر تسويق، يعني ان حد يشوف شغلك بعينه ويعجبه ويضطر او مش يضطر يعني هو يحب ان هو يجيبك تشاركيه في مناسبته، ده اكبر تسويق ليكي. بعد كده الاونلاين طبعا اللي موجود في البيت، انت موجوده في بيتك ماسكه التليفون بتشوفي كل حاجه موجوده يعني الورد ده بتجيبيه من القاهرة؟ من القاهره. طيب كنت بتجيبيه بكام؟ بصي هو كان ممكن البوكيه زي اللي انت شايفه الكميه دي، يعني الكميه دي ما لا يقل عن 150 بوكيه او اكتر. البوكيه كنت بجيبه ب 25، حاليا وصل 70 75 ده ان وجد، يعني اللي جتيه يعني ان كان موجود نفس اللون ونفس الشكل ونفس الخامات، مع بعض التهدير يعني بعض الشغل بيهدر، يعني زي ما انت شايفه ممكن الفرع يخلص ينقص منه ورد اتنين تلاته، مع مرور الوقت هتلاقي الفرع فضي خالص فيبقى شكله. طب بياخد وقت اطول قد ايه ده؟ الصناعي بيعيش على حسب انت بتحافظ عليه قد ايه يعني، بس في ظل انك انت مش دايما بتبقي موجودة مع شغلك، أو شغلك بيطلع برا دايما في أماكن أو في شارع أو في كافيه أو في قاعة، فطبعا ده بيبقى للناس اللي موجودة في المكان يعني. فرحة، في صعوبات واجهتك وخاصة احنا في الصعيد بحكم العادات والتقاليد؟ اه طبعا في صعوبات في التحرك، في النقل، في لما اروح مكان بعيد مثلا مش بلاقي مواصلات عادة، او دايما مش بلاقي مواصلات خصوصا لما بنزل قرى. في صعوبات بالنسبة ان انا ربة منزل وعندي اسرة وطفل وبيت، فانا لازم اوفق بين دول، مش دايما بيسعفني الحظ او الوقت ان انا اعرف اوفق، فدي ممكن من اكتر الصعوبات اللي بتواجهني يعني. ازاي بتوفق بين بيتك وابنك وشغلك؟ كل حاجة ليها ازاي وقتها. شغلك ازاي؟ ببدأ شغلي غالبا بيبقى من العصر للمغرب، انا اخر المغرب لان اي مناسبة هتبدأ بعد المغرب، فانا بقسم وقتي يعني بقسم وقت بيتي وقت شغلي محدد، بس احيانا بتحصل ظروف احيانا الوقت مش بيسعفني، ممكن تحصل مشكله في الشغل فاضطر اقعد وقت زياده، ممكن ما الاقيش مواصلات ارجع بيها فاضطر اقعد وقت زياده، فده بيبوظ جدولي يعني. انا دايما في شغلي ببقى حاطه جدول معين للشغل يعني. جوزك مشجعك على اه الحمد لله رب العالمين، يعني هو متقبل الفكره وحابب ان انا اعمل شغفي او حاجه انا بحبها يعني، يعني هو بيساعدني وبيدعمني، وطبعا الاهل ليهم دور كبير في الدعم يعني، كبابا وماما يعني اكبر داعمين ليا في البدايه يعني، مش دعموك ازاي؟ في بدايه المشروع خالص يعني. هو كانش ناس كتير مقتنعه بان انا ابدا شغل زي كده، فكنت في رمضان يعني مشروعي بداته في العيد، عيد الفطر، فكنت في رمضان رحت جنى واخواتي راحوا معايا، احنا بنات يعني 3 بنات، فاخواتي راحوا معايا عشان نجيب الشغل ده، وكان يوم وقفه وما كناش لاقيين حد يعني ينقل لنا الشغل، فجبناه احنا شايلينه، شايلين الحديد وشايلين الورد وجينا بيه يعني، فده دور اخواتي. بابا وماما يعني مش هنسى اول كوشه انا اشتغلتها، ان بابا كان ابني شهور، فكان بابا شايله وانا بشتغل، وكان بيقص لي الورد بايده، كان ماما بتدعمني ماديا في البداية جدا يعني، ما دعمتني ماديا كتير خالص ان انا ابدا مشروعي.
زي ما قلت لك ان كان بابا وماما داعمين ليا يعني في اول يوم، او ما كنت متوتره جدا في اول مره انزل في جوص لوحدي وكده، فكانوا سهرانين معايا لحد الفجر في ليله عيد، وبابا كان بيبص لي ورد بايده، وكان شايل لي ابني اللي كان شهور، وماما كانت بتدعمني ماديا في البدايه، فمش هنسى وقفتهم يعني معايا. وجودك دعمك ازاي؟ طبعا دعمني كفايه ان هو سايبني ان انا اخد من وقت بيته ووقته في ان انزل شغلي مثلا، بس هو الحمد لله رب العالمين شخص متفاهم يعني، ومتفاهم ان انا بحب الحاجه دي، فبيدعمني فيها وبيبقى فخور بيا يعني. في مناسبات اصحابه او معارفه بيبقى فرحان لما بيشوف شغلي موجود في المكان ده، وفخور يعني ان انا اللي عملت المناسبه لحد يخصه يعني. نفسك تكوني ايه في المستقبل؟ والله انا يعني نفسي اطور مشروعي يعني، نفسي ابقى عندي حاجات يعني، ممكن ان انا اقدر اكون مثلا مكان فاضي تدهوني وانا احوله لك لقاعه مثلا، مكان اوبن اير. انا بعمل ده في البيوت على كد امكانياتي الموجوده حاليا، نفسي يكون عندي امكانيات اكبر. زي ما قلت حضرتك هو بيدعمني يعني، ولا متفاهم جدا طبيعه شغلي ان انا بحب الحاجه دي يعني. نفسك تكون ايه في نفسي زي ما قلت لك ان انا يبقى عندي ان انا اقدر مثلا تديني مكان فاضي وانا احول القاعه مثلا. انا بعمل ده في حدود امكانياتي حاليا للبيت، لسطح الاماكن المحدوده يعني. نفسي يبقى انا اقدر احول مكان اوبن اير يعني. بص انا عندي عده كتير يعني، عندي اختيارات كتيره للعروسه، من ناحيه الكراسي، من ناحيه الديكورات، عندي اكتر من 5 من 15 شكل كوشه مختلف، العروسه بتختار منهم، بتختار تنسيق الورد اللي على مزاجها، اللي يناسب زوجها، اللي يناسب لون فستانها، لون بس زي ما قلت لك يعني عندي الاختيارات كتيره خالص، ان مثلا العروسه تختار الورد اللي يناسب زوجها، اللي يناسب لون فستانها، اللي يناسب لون حيطان بيتهم مثلا، اللي هي حباه انا بنفذه لها. وده اللي مخلي الموضوع ليه قابليه وانتشار، ان انت بتنفذ للشخص الحاجه اللي تناسب زوجه الشخصي. زي ما شفنا متابعين الكرام، متابعي وجه مصر في كل مكان، فرحة حماد بنت مركز كوش بتعمل الكوشة وأفراح للصعيد من مخلفات البيئة. بشكرك يا فرحة على هذا اللقاء. شكرا استاذ اسماء عمر، كنت معكم متابعينا الكرام من داخل مركز كوش محافظتنا. إلى اللقاء في لايف جديد، فتابعونا على وجه مصر. فنشكر متابعينا الكرام على حسن المتابعة، إلى اللقاء.